الإنفلونزا مرض تنفسي معدٍ قد يهدد الحياة ويظهر كل عام. عندما يظهر فيروس إنفلونزا جديد، يمكن أن يؤدي إلى جائحة تصيب أعداداً كبيرة من السكان، وقد تنجم عنها عواقب مدمرة في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بجوائح الإنفلونزا وقلة تكرار حدوثها، فإنها تسببت في عدد كبير من الوفيات وأحدثت اضطرابات اجتماعية واقتصادية في الماضي. في عام 2011 اشترك أصحاب المصلحة ومنظمة الصحة العالمية في إنشاء الإطار الخاص بالتأهب للإنفلونزا الجائحة، ويهدف الإطار إلى رفع مستوى التأهب والاستجابة لجوائح الإنفلونزا القادمة. ويجمع الإطار الدول الأعضاء في المنظمة وقطاع المستحضرات الصيدلانية وأصحاب المصلحة الآخرين ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ نهج عالمي للاستجابة للجوائح بسرعة ومرونة وفعالية وإنصاف. يستند الإطار إلى ثلاث ركائز أساسية: تبادل الفيروسات وتقاسم المنافع والحوكمة. هناك 10 بلدان في الإقليم مستفيدة من مساهمات الشراكة بشأن التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة، حيث تدعم المنظمة الدول الأعضاء في الإقليم لإنشاء نظم فعالة للإنذار المبكر والترصد الوبائي والمختبرات والنظم الصحية والمهنيين الصحيين ونظم الاستجابة للطوارئ وقدرات الإبلاغ عن المخاطر. منذ البدء في دعم التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة في عام 2014، شهدت تلك البلدان ذات الأولوية تحسينات كبيرة فيما يتعلق بترصد الإنفلونزا ونظم وقدرات التأهب للجوائح والاستجابة لها. ففي معظم البلدان ذات الأولوية مختبرات مدعومة بقدرات التأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة وموارد بشرية مدربة، ونتيجة لذلك تمكنت تلك البلدان من الاستجابة بفعالية لجائحة كوفيد-19. فقد أصبح لدى 19 بلداً من أصل 22 بلداً وأرضاً في الإقليم نظام ترصد مخفري فعال للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والعدوى التنفسية الحادة الوخيمة، في حين يعمل 18 مركزاً وطنياً معيناً في مجال الإنفلونزا وأربعة مختبرات وطنية للإنفلونزا، ويمتلكون القدرة على الاكتشاف والتأكد من الفيروسات غير العادية للإنفلونزا التي لديها القدرة على إحداث جائحة بشرية. وعليه يعد الإطار الخاص بالتأهب لمواجهة الإنفلونزا الجائحة تدبيراً مهماً في حماية السكان من تأثير جوائح الفيروسات التنفسية المستقبلية. على الرغم من تحقيق الكثير من الإنجازات في الإقليم، فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد فيما يتعلق بتنفيذ هذا الإطار. يجب أن يظل العالم يقظاً لفيروسات الإنفلونزا التي قد تسبب جوائح، لأنها قد تظهر في أي مكان وفي أي وقت دون سابق إنذار.